نفكر شلون نقدم الخدمة للناس. هذا العراق العظيم فيه الكثير من الخيرات، ويتمتع بعقول هائلة، ويتمتع بطاقات كبيرة. الرحلة الرابحة بعد سنوات صعبة أوقفت قطار الإنجاز على سكة الأمل، تنطلق رحلة جديدة بهمة وعزيمة العراقيين، تعيد صوت صافرة قطار الإنجاز على سكة الإنتاج. FZB تعود من جديد، يحيي قسم الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لسكك حديد العراق نبض الشاحنات الحوضية FZB التخصصية، 100 منها باتت تعمل بعد نهاية عمرها الافتراضي على سكة النهضة في عهد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء. مثل ما يكررها ثابتا من مبادئه أن يجعل صناعة العراق في الواجهة، يقود حكومته للعمل بيد عراقية خالصة، فيسجل قطاع سكك الحديد وجهة جديدة نحو الأفق العراقي الذي كان له مجده في القدم. سكة نجاح تنطلق مسرعة بدعم متواصل ومباشر يقوده وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي، الذي أسس لترجمة التوجيهات إلى أفعال. أبرمت سكك حديد العراق على الفور عقدا مع شركة توزيع المنتجات النفطية لنقلها بواسطة أحواض السكك التخصصية بمعدل 1000 متر مكعب يوميا وعلى محورين: نقل المشتقات النفطية من مصفى الصمود في بيجي إلى أم قصر بسعة 1000 متر مكعب يوميا وقابل للزيادة، ومن مصفى الدورة إلى أم قصر بسعة 1000 متر مكعب يوميا وقابل للزيادة، بكلفة تعريفية جديدة لم يشهدها قطاع السكك من قبل. تعاقدت وزارة النقل مع إحدى الشركات التخصصية لاستيراد 250 شاحنة حوضية، وصل منها 39 شاحنة ليكتمل العدد في الأيام القليلة المقبلة. يكسر العقد الجديد حاجز الصمت الذي أرهق قطاع النقل السككي طويلا، لكنه يعود ناقلا وطنيا كما كان وكما صنعه العراقيون لغيرهم، ما يزيد حجم طاقة النقل وتنوع منافذ التسويق، ويعزز مردودا ماديا كبيرا ينعش اقتصاد البلد، ويوفر مبالغ طائلة لميزانية الدولة لتبدأ رحلة الصمود في وجه التحديات دون توقف أو استسلام للظروف والمعيقات.